في كل تغطية دوما تجدوننا، من نور لقياكم تسمو شاشاتنا. في كل تغطية دوما تجدوننا، من نور لقياكم تسمو شاشاتنا. بمناسباتكم يحلو اللقاء لنا، منكم لكم وبكم دوما نحن هنا. بمناسباتكم يحلو اللقاء لنا، منكم لكم وبكم دوما نحن هنا، دوما نحن هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير وحياكم الله. اليوم كاميرا نحن هنا متواجدة في مبادرة برنامج المخبز السعودي، وتحديدا في ختام هذا البرنامج وفي الحفل الختامي لمبادرة المخبز السعودي. اليوم في مجموعة من المتدربين ومجموعة من المتدربات اللي أنهوا هذا البرنامج، وبإذن الله منتظرين أنهم يفتحون مشروعهم الخاص فيهم. فهذا البرنامج طبعا يقدم بشكل مجاني، واليوم راح نستمتع بهذه التغطية وبمشاهدة مجموعة من المتدربين والمتدربات اللي عندهم مجموعة من المشاريع المميزة. لذلك خلوكم معنا وانتظرونا في هذه التغطية. دوما تجدوننا، من نور لقياكم تسمو شاشاتنا. في كل تغطية دوما تجدوننا، من نور لقياكم تسمو شاشاتنا. بمناسباتكم يحلو اللقاء لنا، منكم لكم وبكم دوما نحن هنا. بمناسباتكم يحلو اللقاء لنا، منكم لكم وبكم دوما نحن هنا، دوما نحن هنا. الحقيقة يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعا، وأشكركم أولا على دعمكم، وثانيا لتلبيتكم الدعوة ومشاركتكم في حفل التخرج اللي هو تخريج الدفعة الأولى لبرنامج المخبز السعودي، والمقام بمدينة الرياض تحت إشراف ورعاية شركة المطاحن الأولى، حيث يعد هذا البرنامج حدثا مميزا يساهم في تعزيز الشراكة المجتمعية بين مختلف القطاعات. وبدورنا في شركة المطاحن الأولى كمنظومة محلية رائدة في إنتاج الدقيق، ولها ولله الحمد دور أساسي في المساهمة في بتحقيق الأمن الغذائي بالمملكة العربية السعودية، ومن منطلق السعي الجاد نحو الارتقاء في الخبرات والمواهب وقدرات شباب وشابات وطننا الغالي، والمساهمة في تحويل طموحاتهم إلى واقع من خلال نهج تدريبي متكامل ومعتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتحت إشراف قيادات تمتلك الحمد لله كفاءات وخبرة لتقديم مجموعة من الخدمات والمهارات التي تتماشى مع معايير السوق، والتي تضمنت التدريب النظري والعملي المقدم من المركز الوطني للمسؤولية والدراسات والاستشارات المهنية المتكاملة، طبعاً برعاية الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت، وخدمات الحلول المقدمة من هيئة فنون الطهي. نحن هنا اليوم لنعبر عن فخرنا واعتزازنا بتخريج الدفعة الأولى من برنامج المخبز السعودي المقام بمدينة الرياض، حيث بلغ عدد الخريجين لهذه الدفعة 150 متدرب ومتدربة تم تدريبهم على مدار 3 أشهر، بالإضافة إلى أن البرنامج يستهدف تدريب 250 متدرب ومتدربة في كل من مدينة جدة ومدينة الدمام، ليصبح المجموع الكلي لهذا العام
400 خريج وخريجة بإذن الله. كما أننا نسعى باستمرار لتطوير البرنامج ليتماشى مع طموح النهضة الصناعية الوطنية وتحويل صناعة المخبوزات إلى قطاع حيوي وجاذب للمواطنين السعوديين تحت ظل قادتنا ورؤية المملكة 2030. كما تعلمون هذه أول دفعة وهذه باكورة إنتاج البرنامج، نتطلع بإذن الله إلى بعض الإضافات الإيجابية وتطوير البرنامج بما يتناسب مع المراحل القادمة بإذن الله. ختاماً ولا أريد أن أطيل، أتقدم بالشكر الجزيل للمنظمين على جهودهم في هذا الاحتفال. شكراً لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوماً نحن هنا، دوماً نحن هنا. بداية أنا سعيد أيما سعادة أن أكون في هذا المقام بعد أن سعدت على مدى 6 أشهر ماضية ما بين الرياض وجدة أن أقف أمام المتدربين وأعطي لهم. أنا كنت أتكلم مع الأستاذ يونس الله يعطيه العافية، أقول الفكرة هذه دائما نقول المخبز السعودي أو انطلقت من المخبز السعودي، يمكن دورنا لا يتجاوز 5 أو 10%، والجهد الأكبر عليكم أنتم يا المتدربين. ودي في هذا المقام نسمع لهم تحية كبيرة جدا لأنهم يستحقون ذلك. أما على مستوى رحلة البرنامج فنحن سعدنا كثيرا، وكانت هذه السعادة وراءها يعني جنود مجهولون، واليوم بإذن الله أنهم جنود معلومون وقد تحدثنا عن بعضهم. المهندس عبد الله بابطين الرئيس التنفيذي للمطاحن الأولى كان له جهد مشكور، يعني يمكن المتدربين وخاصة في الرياض التقوا به دقائق معدودة، لكن كل هذا المشروع كان بجهدهم. أيضا الأستاذ إبراهيم الذي كان له الدور الأبرز معنا في هذه الرحلة الميمونة، ولا أنسى المحركين الرئيسيين لهذه المبادرة الأستاذ ريم والأستاذ آية، أيضا كان لهم دور بارز. وأرجو ألا أكون قد نسيت شخص، فكلكم على العين والرأس، وأرفع لكم العقال عاليا، واعذروني إن سقط اسم سهوا. هذه الرحلة بدأت بتدريب نظري، لأن كثير من المتدربين يريد أن يفهم بعض المصطلحات اللي موجودة في السوق، ثم تحولنا بعد ذلك لتدريب عملي لكي نتحدث مع المتدربين عن كيفية تأسيس مشاريعهم التجارية، من بداية الفكرة وإنضاج الفكرة إلى دراسة الجدوى إلى دراسة المنافسين إلى دراسة كل ما له علاقة بنجاح هذا المشروع. طبعاً سبق ذلك مقابلات، يعني تقدم لهذا المشروع في مدينة الرياض أكثر من أو حول 400 شخص، قبلنا منهم فقط 150، وهم الأشخاص الذين يتميزون بالشغف العالي في هذا المجال وأيضاً لديهم مهارة إلى حد ما في هذا المجال. نحن فقط قمنا باستثمار هذه المهارة وصقلها، سواء كان في المقابلات أو كان في البرنامج النظري أو كان أيضاً في البرنامج العملي ثم في البرنامج التطبيقي الذي أيضاً سعدنا فيه بتدريب المتدربين على بعض مهارات الطهي. وأنا أقول لهم أنا بشكل شخصي سعدت أنني تعرفت على شيء اسمه السوردو، ولهذا المتدربين أزعجتهم لا في الرياض ولا في جدة، كل شيء يقولوا لي أقول لهم هذا السوردو، لأني يعني تعرفت على السوردو فأصبحت يعني أسعد بذلك كثيراً. انطلقت الرحلة والحمد لله، يعني نحن الآن على ضفاف شاطئ هذه الرحلة ونسعد هذا المساء بهذه التظاهرة الجميلة والرائعة والمفرحة، والتي فعلاً تفرح المسؤولين في هذا البلد المعطاء، ونحن بذرة في رؤية 2030، ونحن أيضاً طويق الذي تكلم عنهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه. هناك شراكات كانت ما قبل البرنامج،
وهناك أيضا شراكات جاءت أثناء انطلاق البرنامج. فنحن نتقدم بالشكر الجزيل لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي كانت المظلة والأب الحاني لهذه المبادرة الجميلة، وكذلك هيئة فنون الطبخ التي كانت أو الطهي التي كانت معنا طوال مسيرة البرنامج. أيضا الشكر موصول. طبعا هنا أنا أتحدث الآن باسم المطاحن الأولى لأنها هي الأساس في هذا البرنامج، وهي صاحبة البرنامج، وهي المضيف لنا في هذا المساء، فلهم منا الشكر الجزيل. دوما نحن هنا، دوما نحن هنا. انطلاق من الرؤية الواضحة والطموحة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة المتوسطة لدعم التنافسية ونمو المنشآت الصغيرة المتوسطة، وذلك بما توافق مع رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى التنوع الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، فإننا في منشآتنا نقدم العديد من البرامج والمبادرات الرائدة التي تهدف لتمكين رواد الأعمال السعوديين عبر كافة مراحل ريادة الأعمال، بداية من مرحلة توليد الفكرة إلى إطلاق المشروع وتنمية المنشأة، وذلك من خلال التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في شتى المجالات. طبعاً أحد هذه المبادرات هي مبادرة المخبز السعودي، تقريباً يمكن لها يمكن حدود 6 شهور، ومقدمة من شركة المطاحن الأولى والمركز الوطني للمسؤولية والدراسات بالتعاون معنا كمنشآت من ناحية في إدارة تطوير قطاع التجزئة وهيئة فنون الطهي، والتي بدورها تقوم بتأهيل السعوديين والسعوديات للاحتراف في قطاع المخبوزات والمعجنات والحلويات، وتعد فرصة للمبدعين وأصحاب الشغف الطموحين من أبناء وبنات الوطن لتمكينهم في هذا القطاع، والذي يعتبر قطاع واعد في مجال المواد الغذائية بشكل عام والمطاعم والمقاهي. ختاما نشكر جميع المشاركين من المتدربين وكذلك شركاء النجاح، ونؤكد لهم أن هذه ليست النهاية لكن هذه بداية المشروع إن شاء الله، والانطلاق للخروج ببراندات وعلامات تجارية سعودية تنتشر إن شاء الله إلى العالمية، وتكون بداية إن شاء الله لانطلاقة قوية في ريادة الأعمال والعمل الحر بإذن الله. وأننا في منشآت سعيدين جداً نكون مساندين لهم في جميع مراحل نموهم إلى إن شاء الله يروا العالمية بإذن الله، ونفخر حنا كمنشآت أن نكون عضو فعال في هذه المبادرة، وإن شاء الله نطلع للأكثر من جهة القطاع الخاص بإذن الله. يعطيكم العافية. دوما نحن هنا، دوما نحن هنا. الشكر موصول لجميع الجهات المشاركة من شركات وهيئات ومؤسسات، وأيضا الشكر للقاعدة الأساسية لهذا البرنامج وهم أنتم كمتدربين. من أكثر الكلمات اللي قرأناها وسمعناها اليوم ونتفق على هذه الكلمات اللي هي نحن نفخر بكم، فعلا نحن نفخر بأنفسنا جميعا ككوادر وطنية، نفخر طبعا بالحكومة الرشيدة التي تقدم لنا كل الدعم في العديد من القطاعات. ألف مبروك أول شيء على التخرج، وقبلها مبروك على بداية الخطوات. طبعا كما نسمع دائما أنه النجاح يمتلك ألف باب، لكن تتفق جميع الأبواب وطرق النجاح بمفاتيح رئيسية، من ضمن المفاتيح الرئيسية اللي هي التطوير الدائم للمهارات، وهذه من الخطوات اللي عملها كل متدرب، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق بكل خطواتكم المهنية والحياتية. نحن كمجموعة الشايع مثل ما تفضلوا الأخوان، بمجرد علمنا عن المبادرة حرصنا أن نحن نكون متواجدين دائما في أي شراكة نعملها، نحرص أن كل الجهات تكون مستفيدة. الخط الأول كما ذكرنا اللي هو المتدرب أو أنتم كمتدربون، إن شاء الله أن احنا ننجح ونوفق بتوفير فرص العمل الملائمة وإكمال ما سبقونا فيها الأخوان والجهات الفاضلة من تأهيل وتدريب. نستطيع بإذن الله أن نكمل
المسيرة بتوفير فرص العمل المناسبة وأيضا المزيد من التدريب والتطوير. أيضا الجهة الأخرى أيضا هي جميع الجهات القائمة على المشاريع، بحيث أنه إحنا نستكمل جهودهم بإذن الله. وأيضا الأساس اللي للمتدربين أنه يحصلوا على الفرص المناسبة، وأكيد وجودنا اليوم امتداد إلى بحثنا الدائم على أفضل المواهب والكوادر الوطنية اللي موجودة، بحيث أنه يتسنى لنا إكمال مسيرة التدريبية. ألف مبروك مرة ثانية التخرج، بإذن الله نراكم زملاء وشركاء بإذن الله معنا لإكمال مسيرة في البيئة الاحترافية اللي نتعهد بتوفيرها إن شاء الله للمتدربين. شكرا لكم. دوما نحن هنا. برنامج صراحة واعد وممتاز، ساعدنا على تحديد أولوياتنا، كان له دور في البدايات لفهم الدخول في السوق، وكان حقيقة البرنامج داعم من البداية. اليوم احنا نختتم البرنامج لنقطف الثمرة شهادة وكذلك جهات راعية لنا. مطاحن الأولى مشكورة، أعطتنا الأفضل الخمسة الأوائل، أعطتنا دعم، وكذلك وفروا لنا بعض الجهات الحكومية لمناقشة طرق الدعم من قروض أو من توظيف وما إليه. إحنا كصاحب بزنس يمكن يهمني موضوع الدعم اللي جاي من المطاحن الأولى، وكذلك الدعم اللي يجي من الجهات الحكومية من البرامج الحكومية اللي تناسب رواد الأعمال المبتدئين في أعمالهم، فيشكرون على هذا البرنامج الرائع المتميز حقيقة اللي كان له أثر، وإن شاء الله أن الأثر يستمر ونبقى معهم على تواصل، ونحتفل إن شاء الله بنجاح كبير لثمرات هذه البرامج المتميزة في بلدي إن شاء الله. دوما نحن هنا. اللقاء اليوم كان جدا رائع، وفخورون بالمتخرجين اليوم، ويعني جميع التنظيم وجميع الحضور كان متفاعلين جدا بالمبادرة، ويعطيهم ألف عافية. طبعا احنا في جمعية ريادة الأعمال ندعم رواد الأعمال بحيث نقدم لهم استشارات وإرشاد تساعدهم على نمو مشاريعهم، مواجهة التحديات التي تواجههم، نقل الخبرات من رواد الأعمال إلى أصحاب المشاريع المبتدئة من خلال جلسات متكررة، سواء جلسة واحدة أو إلى توصل إلى 6 جلسات، بالإضافة إلى مجموعة من المرشدين سواء في بنك التنمية الاجتماعية أو دولني للأعمال، هذا كلهم يساعدونهم ويقدمون إرشاد مجاني بدون مقابل. جميل جدا ما شاء الله تبارك الله. يعني عن دوركم وتحديدا أنتم مختصين في دوركم في الإرشاد، خلينا نتكلم عن كيف في أبرز الجهود اللي قدمتوها فيما يخص إرشاد المتدربين في مثل هذا البرنامج، برنامج المنخب السعودي. طبعا الإرشاد عموما هي عندنا ديوانية اسمها ديوانية المرشدين السعوديون من 2011، تقدم رفع الوعي وأهمية الإرشاد للمشاريع. قدمنا استشارات وإرشاد لأكثر من 1000 مشروع تقريبا، استضفنا أكثر من رائد ورجل أعمال معروفين في الصناعة أو قطاع الأغذية وأصحاب الامتياز التجاري. هذول اللي كانوا محتاجين هم الرواد كيف يعرف أسرار المهنة. أكثر الآن اللي حضروا البرنامج أخذوها من ناحية أكاديمية مهنية، بس ما أخذوا سر المهنة، سر السوق، وهذا اللي محتاجين يأخذونه من المرشدين. ففرصتهم لأنهم يقدمون سواء بنك التنمية الاجتماعية أو منشآت أو جمعية ريادة الأعمال، يستفيدون من البرامج اللي تقدمها الدولة مجانا لرواد الأعمال، ويأخذون منهم خبراتهم وسر السوق وأبرز العلاقات اللي عندهم، لأنهم يكتسبون علاقات عالية كبيرة منهم تساعدهم على دعم مشاريعهم. دوما نحن هنا. اليوم جالسين نشوف أبناء الوطن، بنات الوطن في هذا المحفل، جالسين نشوف إنجازات عظيمة، شيء نفخر فيه. فالحمد لله كل شيء كان مترتب أكثر من ما تخيلنا، فالحمد لله. يعني دورنا اليوم كمجموعة الشائع كشريك استراتيجي في هذا المحفل له دور كثير مهم في مجال التوظيف بالتحديد. كشركاء يعني حدثني عن أبرز الجهود اللي قدمتوها في مثل هذا البرنامج. الله يسعدك. احنا دورنا بشكل عام في التوظيف، فاليوم كان لقاءنا بشكل عام انه الناس اللي تخرجت من هذا المشروع احنا جاهزين كشريك استراتيجي في التوظيف، جاهزين لتوظيفهم او حتى للتعامل مع التدريب بشكل عام والتوظيف بشكل خاص في الشركة.
دوما تجدوننا من نور لقياكم تسمو شاشاتنا في كل تغطية دوما تجدوننا من نور لقياكم تسمو شاشاتنا بمناسباتكم يحلو اللقاء لنا منكم لكم وبكم دوما نحن هنا بمناسباتكم يحلو اللقاء لنا منكم لكم وبكم دوما نحن هنا دوما نحن هنا. إذن مشاهدي الكرام إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه التغطية، شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، واليوم احنا فخورين جدا بالنماذج المشرفة اللي شاهدناها من متدربين وكذلك من متدربات، وما شاء الله تبارك الله شفنا كيف كانوا مميزين في هذا البرنامج اللي مقدم لهم بشكل مجاني، ويعني تشكر حقيقة هيئة فنون الطهي والمبادرة هذه مبادرة المخبز السعودي على جهودها المميزة وجهودها المبذولة، وبإذن الله أن القادم أجمل. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، في أمان الله. في كل تغطية دوما تجدوننا من نور لقياكم تسمو شاشاتنا في كل تغطية دوما تجدوننا من نور لقياكم تسمو شاشاتنا بمناسباتكم يحلو اللقاء لنا منكم لكم وبكم دوما نحن هنا بمناسباتكم يحلو اللقاء لنا منكم لكم وبكم دوما نحن هنا دوما نحن هنا.